مرحبا، أنا دكتور فارس خوري من قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية. بالنسبة لهذا التخصص طبعا هو بيشمل البيولوجي البيسيك كورسز اللي طبعا هي بتكون أساس لكل شيء تاني، يعني بما فيه التطبيقات البيولوجية زي البيوتكنولوجي كمثال. يعني طبعا في عنا كمان كتير كورسات لها علاقة بالأبليكيشنز، يعني هاي التطبيقات زي البيوتكنولوجي. يعني هذا التخصص بيفتح أبواب كثيرة للطلاب إنه يكملوا أو يشتغلوا في مجالات مختلفة، يعني منها طبعا التعليم والتدريس، منها الأبحاث اللي بتخص مجالات مختلفة، ممكن تكون basic science يعني علوم أساسية في البيولوجي. طبعا الطلاب اللي بتخرجوا عنا عادة بيكملوا دراستهم في الخارج، في أوروبا وفي أمريكا، كونه يعني الجامعة معتمدة. طبعا الخطة عنا متنوعة جدا، فيها تخصصات يعني العامة اللي هي طبعا أساس لكل شيء، بدرس الطالب على كل المستويات من المركبات الموليكيولز للخلية، طبعا الوراثة بما فيها الدي ان اي تكنولوجي، كمان في عندنا مايكروبيولوجي والموليكولر بيولوجي، كلها هذه عبارة عن تخصصات يعني أساسية بغض النظر شو راح تكون اهتماماته فيما بعد. يعني هذه بتأسس الطالب بحيث انه يكون هو قادر انه يختار المجال اللي بده اياه في المستقبل.